labari na sa'uri na gan sabe ya amiratu قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الطامة الكبرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها حسبك اقرأي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أعوذ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في